مزيد من المتابعة تنضم إلينا من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. نسرين أرحب بك. إذن هذه الحملات الانتخابية التي بدأت وستستمر على مدار 21 يوم، لعل من أهم ما تم أيضا الإعلان عنه أن تمويل الحملات الإعلانية أو الانتخابية للمرشحين ستكون خاصة وليست عامة، ما الذي يعنيه ذلك؟ تحياتي. نعم بالفعل تنطلق اليوم أو انطلقت اليوم في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024، وطبعا هذا في داخل البلاد. منذ أو يوم الخميس الماضي انطلقت الحملة الانتخابية في خارج البلاد في 48 بلدا، وطبعا هيئة الانتخابات كانت قد هيئت كل الظروف لانطلاق هذه الحملة الانتخابية من فرق تراقب الحملة أو الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام التقليدية وأيضا في الشارع. طبعا يجب على كل المترشحين المتنافسين في هذه الانتخابات أن يعلموا الهيئة أو هيئة الانتخابات عن أنشطتهم الميدانية وعن يعني كل إذا كان هناك صفحات تمويلهم أو تدعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. أيضا وسائل الإعلام يجب أن تقدم برنامجا تفصيليا لاستضافة أو لتغطية أنشطة هؤلاء المترشحين المتنافسين في الحملة الانتخابية. هيئة الانتخابات حددت سقفا لتمويل الحملات الانتخابية، فقط يجب تمويل الحملات الانتخابية بالتمويل الذاتي والخاص وليس هناك تمويل عمومي. يعني الدولة طبعا أو المؤسسات العمومية لا يجب أن تتدخل في تمويل الحملات الانتخابية من أجل طبعا شفافية ونزاهة هذه الانتخابات. وقالت هيئة الانتخابات أيضا أنها وفرت كل ما يلزم لتكون هناك حملة انتخابية نظيفة مثل ما وصفها بيان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتصريحات رئيسها فاروق بوعسكر. هيئة الانتخابات أعلنت اليوم أنها خصصت 6900 موقع لتعليق الصور وتعليق البيانات الانتخابية للمترشحين الانتخابات الرئاسية، وأعلنت أن هناك أكثر من 500 يعني حوالي 600 موظف تابع لها تلقوا التدريبات اللازمة لمراقبة الحملة الانتخابية سواء في الشارع مثل ما قلت الأنشطة الميدانية أو على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية. المترشح زهير المغزاوي اليوم قرر أن يبدأ حملته الانتخابية من ولاية الكاف شمال غرب البلاد، وأعلن عن برنامجه الانتخابي الذي يتمحور حول التشغيل طبعا توفير فرص عمل وتحسين الظروف الاقتصادية، وركز أيضا على التنمية وعلى الأوضاع الثقافية وعلى الزراعة. المترشح قيس سعيد لم يبدو إلى حد هذه الساعة أن هناك أي أنشطة ميدانية، ولكن من المتوقع أن تبدأ أنشطته الميدانية في إطار حملته الدعائية للانتخابات الرئاسية من بعض الشوارع أو يعني الأحياء الشعبية أو من إحدى المناطق الداخلية، لأنه دائما ما يقول أنه يجب أن لا يتركز العمل السياسي على المركز ولا يجب أن نلتفت إلى تلك المناطق المنسية. العياشي زمال وهو المترشح الثالث وفي الترتيب هو الأول. وفي هذه النقطة إذا كنت تسمعينني نسرين، يعني العياشي زمال هو مرشح، ولكنه أيضا بحسب الأنباء يعني الرجل ليس حر. إذا كيف سيشارك أو ما الذي ستقوم عليه حملته الانتخابية، وكيف سيشارك إذا في أي أنشطة؟ نعم تماما. العياشي زمال الآن هو قابع في السجن، هناك تحقيقات بشأنه تتعلق بتزوير التزكيات الشعبية، وأيضا هناك تهمة أخرى تتعلق باستغلال معطيات إلكترونية بطريقة غير قانونية، وهذه التهم إذا ما تم أو صدرت أحكام بشأنها بالإدانة في حق عياشي زمال يمكن أن تصل التهمة أو يعني العقوبة حد المنع من الترشح للانتخابات مدى الحياة. وطبعا هناك
عقوبة سجنية وعقوبات أخرى مالية. ولكن الآن العيشي زمال في السجن، هناك تحقيقات في أكثر من مدينة الحقيقة، هناك تحقيقات في هنا في تونس العاصمة أو أيضا في سليانة، وتحقيقات أيضا في جندوبة بشأن تزوير التزكيات من يعني أعضاء في حملة الانتخابية للعياش زمال. اليوم كان مقررا أن هناك مؤتمر صحفي لحملتها الانتخابية، ولكن تم تأجيلها إلى يوم الاثنين. ربما ستكون هناك تفاصيل أو معطيات فيما يتعلق بعياش زمال، خاصة أن وضعه الآن غير واضح وغير يعني مفهوم كيف ستتم هذه الحملة الانتخابية. نذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يكون هناك فيها مترشح للانتخابات الرئاسية في تونس موجود في السجن. ففي العام 2019 نبيل القروي أيضا خاض حملته الانتخابية من داخل السجن، يعني هو كان مسجونا في تلك الفترة وخرج بعد فوزه في الدورة الأولى عندما مر إلى الدور الثاني وتنافس مع الرئيس قيس سعيد. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من تونس. نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.